وصلنا لمساحتنا الطبية، ورح نحكي اليوم عن موضوع الأجهزة التجميلية المتحركة. هاي الأجهزة اللي بتتركب بالفم من دون أي معالجة. اليوم شو هي الناحية الجمالية والتقييم تجميل أسنان وتعويضات فكية؟ صباحك حكيم. صباح الخير. أهلا وسهلا سوريا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نسأل حضرتك عن الأجهزة التجميلية المتحركة، ما هي أهميتها؟ على موضوع الأجهزة المتحركة التجميلية، فهي يعني جزء من الأجهزة الجزئية المهمة للمريض، وأي مريض لازم نحن نحكي معه بموضوع الأجهزة الجزئية. التعويض عنها يكون ضروري، لأنه بيتبادر لذهننا دائما إنه ممكن يكون عندنا حلول كتير، لكن حقيقة في استطبابات ما بصير في عندنا إلا الأجهزة الجزئية المتحركة. والأجهزة الجزئية المتحركة اللي هي موجودة بالشكل التقليدي هي الأجهزة الأكليلية أو الأجهزة الراتنجية أو الأكريلية أو الأجهزة الهيكلية، واثنيناتهم بكون فيهم معدن. حقيقة في عنا نوعية من المرضى من الناس بيتحسسوا من المواد الراتنجية، وفي منهم بيتحسسوا من المعادن داخل الحفرة الفموية. فهدول العنصرين كتير مهمين بالنسبة لنا انه نبتعد عنهم. فكان الذهاب باتجاه اجراء انه نعمل اجهزه من النايلون الريزين، وبالتالي صار في عندنا اجهزه بتتمتع انه ما فيها مواد مونومير اللي هي بتشكل الراتنجي الاكريلي، وبالتالي ما بصير في حساسية. والنقطة الثانية معنا مواد معدنية بتدخل، وبالتالي هي مواد تجميلية بامتياز تتميز بمرونتها، يلي إذا ضغطناها بنلاقي إنه هي مرنة ما بتنكسر، وبالتالي ممكن المريض يوضع بالفم بشكل جيد وبدون وجود أي علامة للمعدن. حكيم اليوم لا، هي بشيلها المريض وبركبها. دائما وقت بنحكي عن الأجهزة المتحركة معناتها المريض قادر ينزع من الفم ويرجعها. الحالات اللي نحن عم نروح لهي الأجهزة هي فقط الحالات اللي عندها حساسية من موضوع المعدن، أو في استطبابات اليوم الدكتور بيروح بيضطر إنه لوضع هاي الأجهزة؟ أول شيء هي رغبة المريض، لأنه بيكون بيتطلب منه إنه يعني هي العامل الأول، ما بده على الإطلاق يكون جهاز بمعدن، وهي نقطة
نشوفها كتير دارجة هلأ بالمجتمع، ونظرة وعي إنه ما بدنا معادن بفم، وهي نظرة بطب الأسنان في مدرسة كاملة تلغي موضوع المعادن من الفم، وهي جزء منها. يعني هالموضوع الأجهزة التجميلية اللي بدون معدن، بالإضافة إلى الناحية الثانية اللي هي الحساسية. فإذا في نوعين من الشروط اللي نحن نرغبها، لكن حقيقة أول رغبة وقت من نحكي مع المريض نحكي باتجاه التجميل اللي هو بيكون سواء ست أو رجل ما بدهم يظهر المعدن، والمعدن صار بالنسبة لنا بطب الأسنان ما هو عنصر تجميلي، كلياتنا عم نتهرب منه لأنه نحن نتذكر كان المعدن جزء من جمالية الفم سابقا، ومن ثم تطور الموضوع وصار انه نحن لا بدنا الاسنان كلها تكون بلون يعني ابيض حلو جميل. هي النقطة الاساسية بالتجميل يعني عفوا. تفضل اذا بتحب. كنت بدي اسال حضرتك اي اجراء اليوم طبي او تجميلي بيكون له اشخاص يمكن ما بيناسبون او ما بيقدروا يستخدموه، بنطبق هذا الشيء على الاجهزه التجميليه المتحركه، وهل لها سلبيات؟ هلا الموضوع في نحن خليني اقول انه نوعين انا بدي اقول انا اللي بستخدمهم بالعياده. موضوع الريزين هي الاجهزه اللي هي حقيقه في عامل انه ما تتبطن بالمستقبل اذا صار اختصاص عظمي، فلازم تكون حالة مستقرة بشكل كتير كبير لحتى ما يكون بعد القلع مباشرة. فهي مشكلة شوي عنها موجودة. النوع الثاني اللي أنا بستخدمه مش ممكن نشوفه على الشاشة، ما بعرف إذا كانت الحالات عم تظهر، بنلاحظ انه في عنا الناحية التجميلية بنستخدم ضمات على الاطلاق، بنستخدم مادة سيليكونية مطاطية دائمة المرونة وهي المولوبلاستي، فنحن نستخدمها بكثرة، وبالتالي نستغني عن موضوع الضمات بشكل كامل، بتعطينا استقرار للجهاز ونحي التجميلي بشكل كتير كبير. أنا بدي أحكي بنقطة يمكن ظاهرة على حالات حتى سوء تصنع الوريقة الخارجية اللي هي بصاحب الولادة سوء بالحالة الجنينية، وبينشأ عنا أعراضها المتلازمة هي، وبالتالي بصير في عنا منا فقد الأسنان داخل الحفرة الفموية، وبيبقى بعض الأسنان موجودة، لكن لازم نشوف الحالة
حاله الشاب بأول عمره كيف انه مفقود الاسنان هاي وما عنده براعم انه تطلع اسنان ثاني، وهو بعمر ما بنقدر نزرع له وما بنقدر نحط له اجهزه يعني تعويضيه جزئيه تقليديه اللي هي الضمات وهيك تكون بسيطه. فلجأنا لموضوع انه نعمل له جهاز عضوي وسفلي مثبت بواسطه هالسيليكون المطاطي، وهي يعني الحالات الفريده اللي يعني ساعدت المريض بشكل كثير كبير على تجاوز يعني حالة كتير مهمة، وعطته بعد يعني بيقدر يتأقلم مع رفقاته بالمدرسة. في نقطة انه هو بعمر صغير يعني، فهون في الحالة النفسية بدها تلعب دور كتير كبير بحياته، انه اليوم بهذا العمر هو اضطر انه يروح لهذا الاجراء. خلينا نحكي بشكل عام عن الحالة النفسية للمريض في حال تم تركيب هذا الجهاز. هلا هو ضرورة، ولكن نفسيا يعني ما حيكون مرتاح أكيد. الموضوع هذا النوع من المرضى بيكونوا عصبيين، ما عم يعملوا بشكل جيد، عندهم مشكلة حقيقية. نحن وقت نعطي هذا الجهاز بالعكس عم نحسن الناحية النفسية والوظيفية، ما دام تحسنت الناحية الجمالية عنده، تحسن موضوع الوظيفة الأكل والنطق صار بشكل جيد، راح لموضوع الحالة النفسية صارت بشكل كتير جيد. وهي نوع من الأجهزة بهالعمر هي نحن بنخليها لحتى يكبر المريض، وبعدين إذا أخذ قرار إنه يعمل إجراءات ثانية مثل الزرع مثلا فبيكون هو حل. لكن حقيقة الحل بالزرع بهالأعمار هاي ما بيكون متاح، مع أنه دائما أنت بتقدنا الزرع